نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مرة تانية في قناتي، قناة موني لايف ستايل، وحلقة من حلقات رمضان المهمة جدا جدا، تحضير لرمضان. تحضيرات رمضان كتير جدا جدا، وكلنا بنفكر في تحضيرات رمضان بنكون مركزين في حاجة واحدة أو حاجتين، لكن بننسى حاجة مهمة جدا. يعني على سبيل المثال، انتي بتكوني في رمضان أو قبل رمضان بتحضري يعني ايش رمضان؟ عايزة انزل اجيب لحمة وفراخ علشان رمضان وعزومات رمضان، السمبوسة، الكنافة، عايزة احضر للمكسرات، عايزة احضر للعزومات، مين هعزمه اول يوم، عايزة اجيب اطباق جديدة علشان هعزم حماتي واخت جوزي، عايزة اجيب طقم جديد، عباية جديدة عشان استقبل بيها الناس بتوعي، عايزة اجيب هدوم العيد، عايزة اجيب سجادة جديدة وستارة جديدة للعيد. كل ده ما يمنعش ومش حرام ومش غلط، لكن كلنا بننسى تحضير حاجة مهمة جدا جدا، وهو ان الشهر ده سبحان الله ربنا يعني نزلنا الشهر ده بنغسل فيه كل الهموم، بيغفر فيها كل الذنوب، بنحاول نرمي حمولنا وهمومنا على الله، وبنقضي الفروض سواء في المسجد او في البيت، وبنصلي كتير قوي قوي في رمضان غير اي شهر تاني. حتى لو انت بتقيم الليل في الايام العادية مفيش بهجة التراويح في المسجد، مفيش بهجة التراويح في الجماعة في البيت، انت وزوجك واولادك، القيام، صلاة الفجر، مهما كنت ملتزمة ساعات بيقع منك بعض الفروض وبتكسلي تقومي تعمليها، لكن في رمضان كلنا بنبقى حريصين قوي على عمل كل الفروض على قد ما نقدر. فالنهاردة انا خليت الحلقة دي يمكن هتكون قبل حلقات رمضان بكام يوم، لكن بصراحة انا خليتها من الحلقات اللي اسمها روحانيات رمضان، او تحضير روحي لرمضان، تحضير الهي. يعني المكان ده اللي انا حضرته واللي انتم شايفينه يا رب يكون واضح لكم، عملته الكورنر الخاص بي انا. طبعا ما يمنعش انك تصلي جماعه مع زوجك واولادك، ما فيش اي مشكله خالص، لكن الكورنر ده انا جهزته، ويا ريت يا ريت كل واحده حتى لو بيتها صغير قوي تجهز كورنر صغير، مكان صغير يكون ليها هي لوحدها، سواء تصلي فيه الفجر، سواء تصلي فيه كل فروضها في رمضان، كل الفروض. لكن بيبقى فيه بعض الفروض بتحبي انك تكوني لوحدك في غرفه مقفوله عليكي، وفي نفس الوقت تحضري لها احلى تحضير، وتقعدي وتبقى تشجعك وتفتح نفسك وما تكسلكيش، وتبقي حباها جدا جدا. فهسميها اقتراح وتحضير روحي لله سبحانه وتعالى، ولقاء الله سبحانه وتعالى. ويا رب يا رب الحلقه دي تعجبكم وتتبعوها بابسط الاشياء اللي عندكم، اقل حاجه عندكم. زي ما انتم شايفين انا جهزت الكورنر اللي انتم شايفينه ده، ويا رب يكون واضح للكاميرا، ترابيزه صغيره حطيت عليها الحاجات اللي هستعملها بعد الفطار، لان طبعا فيها حاجات المفروض ما انا ما بستعملهاش وقت الصيام زي العود والمست والحاجات اللي فيها العطور. طبعا عايزه تحطي برفان بعد ما تخلصي الفطار بتاعك وخلصتي المواعين بتاعتك ومطبخك، تبداي تاخدي الشاور بتاعك علشان اللقاء الكبير واللقاء الجميل وهو صلاه التراويح، او القيام لو هتقومي تصلي القيام في البيت. انا جهزت الكورنر ده وهطفلكوا دلوقتي النور علشان تشوفوا المنظر لما يكون في ضوء خافت، بس انا طبعا عشان بصور الاضاءه تكون واضحه.
انا جهزت زي ما انتم شايفين بابسط شيء مبخره صغيره. المبخره دي هحطها واجهزها بعد الفطار، هحط فيها البخور بتاعي وابدا يعني اركز بقى كده علشان اقعد واصلي، وبين طبعا الفرد وبين الركعتين وركعتين هقعد واستريح. هبقى قاعده بالمنظر اللي انتم شايفينه، مرتاحه للمنظر، في اضاءه خافته، في عندك فانوس صغير بينور. ده اقتراحاتي ليكي. يمكن كل يوتيوبرز عملوا تجهيز وزينه لرمضان، لكن انا بجد حبيت اعمل حاجه خاصه قوي في قناتي، قناه موني لايف ستايل، وهو كورنر الصلاه او كورنر الروحانيات. زي ما انتم شايفين حطيت المصحف بتاعي وحطيت شمعه. لو انت عايزه تستغني عن الاضاءه الكهربائيه وتحطي الشمعه بتاعك في الفجر، وخصوصا لو انت بتشتغلي فبتبقي عايزه تصلي الفجر مش في اضاءه قويه، بتبقي عايزه تصلي في اضاءه خافته، حطيت الشمع ده زي ما انتم شايفين بيدي طبعا ريحه برده وفي نفس الوقت منظر حلو. السبحه بتاعتي، المصحف، الاذكار، وحطيت كمان حلقه عن العطر للسجاد والستاير، بتحطيه في سجاده الصلاه بتاعتك. بس طبعا الحاجات دي نحاول على قد ما نقدر تكون بعد الفطار علشان العطور ما تعلقش في الحلق وتبقى فيها شكوك للفطار. جبت العطر ده علشان السبراي احطه على السجاده بتاعتي، اشتريت سجاده جديده. بحاول كل رمضان بيكون عندي سجاجيد كتير جايه لي هدايا، طلعتها من الدولاب ولقيتها فعلا حلوه قوي، حتى لونها مبهج قوي اللون الازرق. حطيتها مع الاضاءه، وده السبراي بتاعي اللي هحطه على السجاده مع البخور. هتبخري الاول، هتبخري السجاده، البخور خليته قريب من السجاده، وبعد البخور هرش السبراي بتاع الستاير والكنب والسجاد، برشها. وطبعا بحط بعد كده العود او المسك زي ما انت عايزه، الحاجه اللي عندك سواء عود سواء مسك سواء لوشن زي ما انت عايزه، المساء عشان ما تنسيهمش يبقوا قدام عينيكي على طول. هيكون عندك، انا عندي هنا حصن المسلم من اذكار الكتاب والسنه، وعندي بعض الكتب يعني فيها بعض النصايح، وعندي كتاب غالي عليا جدا عطته لي محفظه القران بتاعتي دكتوره علياء، من الناس اللي بتاثر فيا جدا، ومن صديقه غاليه عليا قوي، ويا رب تشوف الفيديو وتعرف هي قد ايه انسانه غاليه جدا جدا. ودي كانت اغلى هديه، هي جابت لي هدايا كتير طبعا، بس الهديه دي من الهدايا اللي كل ما افتحها افتكرها. الكتاب ده فيه لاذكار لكل يوم من السبت لحد الخميس. عطتني الكتاب ده، والكتاب ده هي لما عطته لي قالت لي انه كمان كتاب غالي عليها قوي، وانا احتفظت بيه وعلى طول بيبقى معايا سواء في رمضان او غير رمضان. اسمه الحزب الاعظم والورد الافخم. ده فيه ادعيه حلوه قوي قوي. طبعا انت مش لازم تلتزموا بكده، بس على الاقل يكون معاكي كتب صغيره تفكرك بالاذكار. وغير كده سيبي كل الكتب، تكلمي مع الله سبحانه وتعالى، تشتكي له، تحكي له، تطلبي منه، اتذللي على قد ما تقدري، اطلبي من الله كل احلامك. ما تيأسيش. يمكن انا دايما في كل حلقاتي بقول لا تيأسوا من رحمة الله، وكونوا دايما حالمين، لا تتوقفوا عن الحلم، لا تتوقفوا عن الامل مهما كان فيكي من مرض من ابتلاءات. وما فيش حد في الدنيا خلق بدون ابتلاء، حتى الرسل كانوا عندهم ابتلاءات كتير. فياريت ياريت يكون الكورنر ده يخليكي تطلبي من الله السماح والمغفرة، ويا رب يتقبل منكم ومني، ويا رب يكون الكورنر بتاع الصلاة بتاعي عجبكم. وبحبكم قوي، وكل سنة وانتم طيبين، وما تنسونيش من دعاء. انا هوريكم دلوقتي الكورنر بدون اضاءة بتاعت الغرفة علشان تشوفوها، واسيبكم شوية بعض الأدعية أو بعض القرآن على قد ما هقدر، هحط لكم خلفية خفيفة كده وتشوفوا المنظر معايا. يا رب ما تنسوش طبعا الشير واللايك والسبسكرايب لكل صحابكم، ويا رب تكون الحلقة دي عجبتكم. أسيبكم على خير ورمضان كريم. باي باي. اللهم يا فاطر السماوات والأرض، اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا
وأشهدك وكفى بك شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا الله، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد، وأنت على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك، وأشهد أن وعدك حق، ولقاءك حق، والساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاة يتبعها فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوان. اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وبكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم، اللهم لا يهزم جندك، ولا يخلف وعدك، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت لا شريك لك، سبحانك.